مرحبا، معكم توني. اليوم الفيديو رح يكون شوي مختلف عن بقية الفيديوهات. ما عنا لا كاميرا ريفيو وما عنا كتير نصايح اليوم، ولا في كتير حكي. اليوم رح اخدكم معي على رحلة عملتها انا والعائلة، ورجعنا من شي 3 4 ايام. رحنا على حتى هاب بوادي حتى، منطقة كتير حلوة. الفيديو بيتخلله تصوير، منه فوكس اكتر على الفوتوغرافي، بس لا يخلى الامر من شوية تصوير، بس شوية استكشافات للمنطقة وتشوفوا المنطقة سوا. الطبيعة هونيك حلوة كتير، مختلفة شوية عن دبي. قضينا تقريبا هونيك شي ليلتين، بيتخللها كتير كان من المشي، يعني عبكرة نوع الصبح ونعمل مشي بالطبيعة، وبعد الظهر على مغيب الشمس كمان رحلة تانية، سو كان فيها كتير مشي. بس anyways، حبيت شارككم هذا الفيديو، ان شاء الله تحبوه. بليز تذكروا تو لايك شير اند سبسكرايب، بتساعدوني كثير. وخلينا نروح نحضر سوا. على الحتى هاب، وادي حتى، محل حلو كتير هون بحتى، كل سنة بنجي عليه هيك بالطبيعة بستأجروا مثل بانكاروس. خلينا نفوت نشوف وين صاروا، عم بستأجروا بايسيكلز. ويل سي، بنرجع لكم. كل عائلة كرسي. هاي ريما. هاي ريما. محل صراحة بعقلك، عملكم جولة صغيرة هيك فيجولي. الكل بحب المشي بالطبيعة، في هذا التراك للبايسيكلز للهورسز اللي بدكم اياه. It's a nice tracking area. هلا بيخلصوا البنجلوز هون، هيك فيك تكفي like a good walk. ما شايفين العالم هون، they go for a walk. It's really nice. هلا قطعوا شي 3 4 على الأحسن كمان. حلو، نرجع شوي نعمل سيت اب بالبنجلو تبعنا، نظبط اغراضنا، نفلوش ونحضر للباربيكيو عشية، بدنا نسيخ اللحمات ونرجع لكم.
صباح الخير. اليوم اول نهار day one. امبارح عشية فتت تنام وبسمع خبيط ولبيد برا. So نص الليل ساعة الصبح يعني الساعة 3 تقريبا وعيت هيك عضجة بزيح البرداية وبتطلع كان عنا زوار. كان في شي خمس حمير هجيكم شوية دامج اللي عاملينه شو كيس كبين الزبالة مفتشين بالزبالة وزيحين كيس الفحم وهيك بس anyways نهار حلو بلش رح نعمل هلا a bit of hiking مفقش لك كم صورة it's so nice إذا بتشوفوا هون الشمس تطلع من وراء الجبال طبيعة الحال يعني وهذا اللوكيشن بس هيك let's go تقريبا شي نص ساعة او اكتر شوية الطبيعة هون بتتغير كليا يعني عشوائي بتنسى انك بالامارات مثل ما شايفين لانه هون قاطع المي في مثل مجرى النهر ومشان هيك تلاحظوا الطبيعة اكتر خضار وفي هيدا الوزال ما بعرف شو بيقولوله طقس رائع سو ما عندنا مشكلة بالشوب لا بل جاكيت ومارش يعني anyways the location كتير حلو خرج تصوير مع انه مش عم بيكون معي وقت صور كتير عم جرب دايما to keep up الحق العائلة الولاد ساحبين Thank you.
صراحة مكان جميل جدا، مشوى رائع على الصبا، طبيعة حلوة كثير. هلا طلعت الشمس لأن تأخرنا تنروح، سو مع الجاكيت بلش يكون شوي شوب، بس ماشي الحال، حرزانة صراحة. عم بمشي فرجيكم على تريسز تبع الحمير اللي شفناهم امبارح بالليل، اذا بتشوفهم مبين عليكم. اكشلي هن كانوا ماشيين على هيدا التريل وعاملينه شوي اصعب، خاصة انه انا مش لابس بروبر شوز يعني. سو قديه بتكون اوقات المشوي الطويلة صعبة، هيدي بتزيدها شوية صعوبة اكتر. هنوصل هلا عاملين ترويقة منيش، I can't wait صراحة. اشرب ماي، انا فكرت اكتر شي بال equipment اكتر من شي تاني، نسيت جيب معي ماي. انا قلت مشوي صغيرة بس we ended up نعملنا شي ساعة وشوي. ماشي الحال، وصلنا، خلينا نفوت غسل وتروق ونشوف شو بنعمل. مشى على التراك، طقس رائع. اكشلي اليوم شوي ادفى من امبارح، بس ستيل ابكر شوي اليوم. طلعنا هون لحتى يعني في تراكس، وهول التراكس يعني اسم الله عليهم ما بيخلصوا، فيك تمشي يعني. وبعتقد اذا كفينا على الاخر ممكن نوصل على السد، امبارح وصلنا قبله وتعبوا، ان شاء الله اليوم نوصل له. Thank you.
هيك تقريبا بنكون عم نخلص المارش تاني نهار. محل حلو كتير كان، بنصح الجميع يجوا يشوفوه ويزوروه. بس بي ويل اكويبت، يعني بروبر شوز، بروبر تراكينج كيتس، و هوبفلي يو لايك ات. سي يو نيكست تايم، تشيرز. Yeah.